مشاهدينا الكرام، صحفتكم مرحبا بكم في كاميرا كاشي. حنا هكا ضيفتنا الحلقة اليوم هي الفنانة القديرة ناجية العرب، اللي عرضناها الحصة اجتماعية كما باقي لي زانفيتي. هذه الحصة واسمها على المكشوف من اون رياليتي مدام راكي جيتي كاميرا كاشي. حنا هكا اللي بينو لو فون تاع الجزائري والطيبه تاعو. بدون إطالة مشاهدينا، نروح ندير لو ديغيزمون تاعي كالعادة باش نبدا الحلقة فيه. ابقوا معنا. هاي اخويا، هاي كاميرا كاشي في الشروق تي في. حنا هكا، حنا هكا، وحنا يا هكا. سعيد جدا باستقبال الفنانة القديرة ناجية العرف. ميرسي، شكرا، شكرا على الاستضافة، وأنا سعيدة، سعيدة كي راني معكم. شكرا ناجية العرف. مشاهدينا نروحوا نشوفوا أول فيديو حضر معنا باش نتعرفوا على موضوع هذه الحلقة. شنو هذا؟ ما كاش ديريكتور، ما كاش ناس تخدم تما، وشنو هذا؟ انا شفتها خطره بعد تمام الولادي اللي ترونجي، ولادي بكاو كي شافوا هكذا. هذا ماشي يعني انسان اللي يدير هكذا، وعلى كوا جات يماه ثاني خليها هكذا كابوندوني. يا با ديريكتور، ما كاش واحد يحكم، ما كاش مراقبه. رساله بالك ناجية العرف للناس اللي ترمي. لا لا يا خويا، نقول لك الصح، يا ناس اللي عنده يماه وباباه يتهلا فيهم، نهار يروحوا الوالدين ما يبقى والو، ما يبقى والو، مام الخوا يتفرقوا، اليمات هي اللي تلم والبابات هو اللي يلم. يا عباد الله، هذو يماكم. نا 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 نا. انا راني للاسف هذه ما نحبش كاع نشوفهم. مخرجنا الكريم اذا كان حاضر يتفضل. عمي سعيد، كاميرا كاشي في الشروق تي في. حنا هكا، حنا هكا. لأكثر من 6 سنوات عمي سعيد كنت في دار العجزة لبلدية بومعروف، حكي لنا ديجا على هاد 6 سنوات كيفاش جازوا. جوزنا واحد المنكر لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا محمد رسول الله. رقدنا للبرد، ماكلة ما كانش، الضرب، السبان. قلت لي عمي سعيد درت غيبوبة سكر في شهر رمضان. نعم، رحت الكوزينة وكما عطوني ناكل، خرج لي المدير قال لي امشي امشي امشي. عمي سعيد انت كنت صايم؟ كنت صايم ونط مر الاذان. مر الاذان نعم. كي رحت الكوزينه قلت له ما عطوني ناكل، ديريكتور هذا قال لي امشي، ما كاش لا ماكله لا والو، امشي. عاود وليت رقدت شويه وطلع حبط لي السكر، داوني السبيطار، رحت غيبوبه ودخلت في غيبوبه السكر. يا لطيف، وشنو هذا؟ والمدير ماشي انسان، هذا وحش، وحش، هذا ماشي انسان، هذا وحش. جوستومون من دار العجزه لبلديه بومعروف، وين مدير دار العجزه اللي كان فيها عمي سعيد يقوم بالاعتداء على احد المسنين. خلينا نشوف. واو، يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شنو هذا؟ احنا ما كانتش عندنا هذه، هذه ماشي من تقاليدنا، نرمو موالينا، هذه ما كانتش احنا بكري. ها كنا في بيت وحده ومتلمين. انا ما منش فاهمه دروكا كي الناس ولاو لاباس عليهم بلي زابارتمون بلا هذيك ويرموا ولادهم. ما تبكيش، مواليهم سي با بوسيبل، ولادهم يرموهم. فكر فكر، هذه ما كانش منها هذه. ما تبكيش مي سعيد، كي تفكر الاحباب اللي خليناهم ما شافوا واش صرا بهم. يا ربي، انا واش صرا بهم دوك. يا ربي العزيز. تخرج دوكا من البلاطو، نعاود نعيط لك. نعم. بعد قليل باش نكملوا معاك. نعم. قبل ما نروحوا لحاجه واحده اخرى ناجية العرف، لو كان كنتي في هذا الموقف حاضره، شو غيش؟ ما نقبلش نشوف حاجه كيما هذه. انا جامي. اش كنت ترفدي تليفون تصوري كيما صور هذا السيد؟ انا عارف لا يكون عندي الطون نصور ولا نضرب معاه.
ما نقدرش نصور جو رياجي اوترومون جو رياجي جو فوا واحد يحقر واحد سي با بوسيبل ان فيو ما نقدرش ما نقدرش ما ما عنديش الوقت باش نصوره عندي الوقت نفتح حديده ونعطيه مؤسف نجية العراف ومؤلم احنا وجهنا دعوه للسيد حسناوي غرطه مدير دار عجزة بلدية بومعروف. للأمانة مشاهدينا احنا ما قلنالوش علاش جبناه اليوم، راح نواجهه بالأدلة والحقائق بعد الفاصل. مشاهدينا نواصل. شو اسمه؟ اي بصح ما قلنالوش علاش جبناه. اي ما هذاك اللي شفناه يضرب. ما قلنالوش علاش جبناه. يا لطيف يا لطيف شو ميم با لو فواغ. يا كاميرا كاشي في الشروق تي في احنا هكا احنا. السلام عليكم. تفضل أستاذ. السلام عليكم. تفضل تفضل. تفضل هنا يا استاذ. الله يحفظك. دونك السيد حسناوي غرطة. نعم. مدير دار العجزة لبلدية بومعروف. معروف. أولا شكرا جزيلا على هذه الدعوة. وشرف لي أني حاضر معكم في هذه الحصة. وشكرا للالتفاتة. كيفاش سيدي كيفاش تعاملوا مع هذه المسنين اللي في الدار ديالكم؟ يعني والله في الحقيقة يعني المسنين اللي راهم معانا يعني في الدار يعني مساكن راهم محرومين من حنان الابناء ديالهم يعني ما قدروش نعوضوا حنان الابناء ولكن نديروا المجهودات تاعنا البوسيب تاعنا باش ان شاء الله استغفر الله وهذه هي وهذا هو وهذه هي وهذا هو راك تتكلم بثقة نفس كبيرة سيد حسناوي يغرطة عندك واحد الجراءة شدتني لدرجة حبيت نقول لك أسكو حسناوي يغرطة جريء لدرجة أنك تكمل معي هذا البلاط بيسور شارف لي اللي حضر معك في الحصة هذه يعني المدبية كملها للأخر يلا نتشرفوا كان واحد الفيديو حصري لبرنامج على المكشوف أنا والسيدة شفناها قبل قليل وسي المهم باش نعود نشوفوه بحضورك سيدي ونتكلموا يلا وهذا السيد حسناوي يغرطا يقوم بالاعتداء يا يما لا اله الا الله هذا الفيديو هذا قمت بالاعتداء على احد المسنين سيد حسناوي ما قمتش بالاعتداء على احد المسنين وهذا ما عندك تصريح باش تصور من داخل المركز يعني راك تقرب لي هذا المركز ديالك عندك تصريح بلي تصور من داخل المركز هذا المركز ديالك سيد حسناوي على هذا الفيديو هذا ما حقلكش تفوتوا في هذه الحصه شكون الشخص اللي شفناه وهذه امور داخليه يعني بيني وبين المسنين اللي في الدار يعني والمسنين هذو اللي في الدار لازم ينضربوا بس اسمحوا لي انا نقول لكم هذا الفيديو مفبرك قال لك ما عندكمش الحق تصوروني وانا الفيديو مفبرك هذا الفيديو يعني مفبرك ماشي تاع الصحه سيد حسناوي انت قلت انه الفيديو مفبرك احنا عندنا دليل اخر حاضر معنا هنايا في البرنامج مخرجنا عميد سعيد إذا كان ممكن يعاود يلتحق بالبلاطو تفضل عمي سعيد عمي سعيد هذا هو السيد اللي شفناه في الفيديو دار فينا المنكر دار فينا المنكر حقا يا لطيف جايب لي الحصه هذه ما رياحش عمي سعيد حقا تضرب ما رياح قلت لك نضرب شيخ ما ضربتوش راكي تهمي فيا ماني نشوف انا ما تهمتكش اخويا ما نعرفك واش تهمتك ما نعرفكش اخويا انا شفت في الفيديو راكي تهمي فيا ما نتهمكش راني نشوف الفيديو هاي تهم فيا واش راك تصور واش راك تصور كاميرا كاشي في الشروق تي في احنا هكا احنا هكا وحنايا عيطوا لي علاش هاك داير السيده اون ديريكت في الفيسبوك يا استاذي من فضلك يعني من فضلك وديرها لانه اتهمتني قالت لي بلي ما تهمتك شفتك في الفيديو راني نشوف مانيش عمياء كوميم تهمتيني ما تهمتكش تهمي فيا ها راني نشوف اون ديريكت ما تهمتكش انتم الفنانين تخافوا الكاميرا نخافش الكاميرا انا نخدم مع الكاميرا ليه ما نخافش من الكاميرا لا نعطيك ظهري انا لا تمدي لي ظهرك وي صوروا انا ما نعرفوك ما تعرفني انا شفتك في الفيديو ولا قذفتيني يا سيدي سافا سي بون هاي المره هذه تهمتني يا جماعه شو تهرب من الكاميرا خرجوه عليا يرحم والديكم شوفوا اش انا درت ابا ميرد الوغ واش درت انا راني مديره راني شاده دار العجزه راني ضربت شيوخه هيا قبلي الكاميرا قبلي
نقابل الكاميرا تاعك، انا نقابل الكاميرا تاعهم. ها راني نبان كاع للشعب الجزائري. لا تهمتيني سيدي، لا 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 تهمتيني. خرجوني هذا الراجل سافا. ها شوف واش معاه. ها شوف بعدني بعدني الكاميرا سيدي. بعدني بعدني سيل تو بلي سي بون فيت لي سورتير. قابلي الكاميرا ياك انا ضربت. هذا ما وجهو صحيح هذا الراجل. كشفيني سيدي كشفيك. كشفاتك التلفزيون. شوف كشفاتك الفيديو. كشفاتك الفيديو. ما شفتكش انا. شفتك لا فيديو اللي جابها الحاج. انا ما عندي حتى علاقه معاك خويا. ما نعرفش شوف واش معاك. شوف انا الامني خرجوا جايني غير عليا انا. شفتك كسرك الفيديو تاعك. هاي شوف واش معاك. اي خرجوا عليا هذا الراجل. شوفوا لنا شوفوا لنا الامني خرجوا. يا كابتن ريسبونسابيليتي هي قابليني. نو نو سي با. هي قابليني. شوف لا تخاف الكاميرا. بعدني 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 خليها تراكي. اسكو تشوف خليها تراكي. كاميرا كاشي الشروق تي في حنا هكا حنا هكا. تبكيش ما تبكيش تتمل على عمري. صحيح لي نو ما انا جبتوني مع واحد مهبول جوزوا لي الحصه. نو شفتي شكون بصح شتي شكون هو حاكمين دار العجازه. هادو حاكمين دار العجازه شفناها اون ديغيكت يحصل فيها. يا استاذي من فضلك والله. نو تخرج عليا تخرج عليا انا عدي تخرج اخرج عليا. او لا سيدي ابا ميرد الوغ. شفتك شفتك اون ديغيكت. شوف شوف شفت كوم ديريكت مي سي تي انكرويابل صح. تعدى عليا بقرعمه. شوف شوف والله غير والله غير نعطيك ضربه. يا صبر شوف والله يا سيدي بغيتي تفلقي لي راسي. خرجونا خرجوا بلاطو يا استاذي. شوف اش معاه. ها ها بصات الصوره. شوف ها باغي تعدى عليا وراه بقاروره مياه معدنيه. لا غير نضربه ولا غير خرج رايح تحقر الشيوخه. تفضلي يا استاذه. او خارج ولا غير وجه السكيورتي هاوليك. خرجوا يا استاذي خرجوا. تفضلي يا استاذه. او حقر الشيوخه هذا العجازه شفناه اون ديريكت. قال لي راكي تتهمي فيا والله غير نعطيه ضربه نقتلو. عمي سعيد خلاص ما تبكيش ما تبكيش الحاج ما تبكيش. تراك شفتو وراه شفناه ماشي حنا قلنا. شوفوا يا جماعه. لا لا مي سي انكرويابل مي سي با بوسيبل سا. يما يا وقت يضرب في الشيوخ شفتوا كاش ضربهم. او عمي سعيد صافا. شوفوا يا جماعه هاد المره درنا لها كاميرا كاشي. هاد المره درنا لها كاميرا كاشي. درنا كاميرا كاشي مادام. نا سي با فري يا خو جو نيم با لا كاميرا كاشي. جي اوغور دو. على بالك راح نضربك. على بالك والله غير راح نضربك. وكملت راح نضربك. هكذا تسخر وانا ما نحبش لا كاميرا. لا لا مادام كسرنا معاك. كسرنا معاك مادام. علاش علاش ديروها لي. راني نقول هذا الراجل واقيلا شتو كيكو با. يا خي صافا مادام. صار كاميرا كاشي هي ما قلت لكم ما ديروها لي. كاميرا كاشي على بالك طلعتوا لي لاتونسيون. اقسم بالله غير راح نضربوا. إلا دو لا شونس. يعطيك الصحة. شوف عندي 40 ans de théâtre. Ça fait 40 ans, ça fait 10 ans que je suis dans les films et les sitcoms. Les... Jamais داروا لي كاميرا كاشي، ما قدروليش، جامي والله. شوفوا يا جماعة هاد المرة داروا لها كاميرا كاشي حنا الأول. يعطيك الصحة مدام بارك الله فيك. ربي على بالك راح نضربك، قسما بالله راح نضربك. لعبتوها لي، سي لا بخومييغ فوا دو ما في اللي حكموني في كاميرا كاشي. يا ربي. وإن شاء الله مشي هذه الله ديالنا. لا 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 جامي درك دونك ماذا بينا حنا نلحقوا ان ميساج لهذو الناس اللي مدوا لي بارون تاعهم دول العجازه. انا جو سوي كونتر انا جو سوي كونتر سا. يعطيك الصحة. جو سوي مالوغو سو فاندوم باسكو سي مالوغو. واحد باباك ويماك جابوك للدنيا تعبوا عليك رباوك كبروك قراوك ايزون سوفير بور تو باش يلحقوك لهذاك المركز وبعد تلحق انت ترفدوا وتحطوا في دار العجزه. هذه ما عندناش ماشي من تقاليدنا.
سي با دو نو كوتوم يا ناس خافوا ربي. ربي يحفظك مدام. خافوا ربي ماشي بنو كوتوم. صفيقة حارة على الضيفة تاعنا نجي العراف ربي يحفظك أستاذة بارك الله فيك. دونك مشاهدينا الكرام كانت معنا في حلقة اليوم الفنانة تاعنا نجي العراف إذن الكاميرا كاشي. دونك مدام أخزرية قول لهم صحة فطوركم صحة رمضانكم. صحة فطوركم وصحة رمضانكم. وحنا هكا حنا هكا جزائريين حنا هكا قول لهم حنا هكا جزائريين ما نحبوش الحقره ما نحبوش الحقره اخويا لا اله الا محمد رسول الله يعطيك الصحه مدام. مشاهدينا الكرام كي شفتوا معنا في حلقه اليوم الفنانه تاعنا نجي العراف كان ضحيه المقلب مقلب كاميرا خفيه حنا هكا نضربكم موعد غدوه ان شاء الله في نفس القناه قناه شروق وفي نفس الوقت صحه سحوركم سلام يعطيك الصحه مدام.